اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري، وما زلنا مع حضراتكم في اجازه العيد، والنهارده مع بعض ما زالت اللحمه تتوافد علينا. معانا لحمه مفرومه النهارده ومعانا كبد، واحنا قاعدين مع بعض كده لقيت السوشيال ميديا بيكلمونا وفريق العمل الجميل شيف بوغاز، الناس زعلانه مننا وعايزين نشوف مع بعض اكله صحيه في ايام العيد، واحنا في نهايه طبعا ايام العيد فلازم ان احنا نعمل شويه اكلات صحيه. فهنعمل النهارده الكبده الضاني مع التورلي، حاجه جديده يعني تشكيله من الخضار، هتاخد كبده ضاني وتاخد شويه بهارات حلوين خاليه من الزيوت خاليه من الدهون وتدخلها الفرن، هتعجب حضراتكم ان شاء الله. الرواق مطلوب مننا طري ولا ناشف، هما الاثنين زي بعض والطريقه واحد، ولكن الرواق الطري سهل شويه. معانا النهارده رواق باللحمه الضاني المفرومه، هنشوف نعمله مع بعض ازاي، ياخد الفليفر والطعم بتاع الجبنه الرومي والتركيه بتاعه الشيف المغازي. معانا كمان بمناسبه الحر والصيف، وانا متاكد ان ما زلنا نتوافد وجبران الخاطر ونعيد على بعضينا، معانا النهارده ايس كريم المانجا. بالايه يا عم الشيف؟ بالايس كريم المانجا. هنعمله النهارده مع حضراتكم او سموزي المانجا بالايس كريم. معلش يا استاذ رحاب، سموزي المانجا بالايس كريم هنشوف نعمله مع بعض ازاي، ويفضل الايس كريم هنا يكون ايس كريم فانيليا. في اطفال معانا على السفره واحنا ما زلنا في الاجازه، فانا هعمل لحضراتكم النهارده نوع بطاطس سلطه جميل جدا، مش هتتقلي في الزيت، البطاطس دي هتتسلق وهتتعمل على طريقه الشيف المغازي، طبق سلطه هيعجبكم ان شاء الله. انا مش عايز اطول حضراتكم، خلينا نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل افكار بسيطه سهله وما زالت لحمه العيد تتوافد علينا عشان نعملها بافكار بسيطه وسهله. اوعى تروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. حته كبده مزغلله عينيا، اروح الشمال اروح يمين، ربنا يكفينا شر الشمال، اروح يمين اجي شمال، حته الكبده مش عايز اقول لحد، بس هي ضاني. تعالوا نشوف مع بعض ازاي نعمل الكبده الضاني دي طاجن تورلي باللحمه. والميادين على الشاشه، كبده الضاني على شاشه القناه الاولى تتحدث عنها، لسه بدمها والله. حلو، ومعانا خضار فلفل الوان، بصل، ثوم، ليمون، كمان ممكن نحط دبس الرمان، بقدونس ناعم، روزماري. هنبهر وندلع الطاجن التورلي ده بالكبده الضاني، وده صحي. احنا لغايه دلوقتي ما جبناش سيره لا زيت ولا سمنه ولا زبده. حلو الكلام؟ حلو الكلام. أول حاجة هعملها بإذن الله تعالى كده هقطع الكبدة دي. حلو؟ معانا كسرولة زي دي كده. اللهم صل على النبي، ولكن خلونا لا صراحة خلونا أقطع الخضار. ليه بقى؟ حد يقول لي ليه؟ والله العظيم اللي هيقول لي ليه؟ أقول الشيف قال لي أقطع الخضار مش الكبدة؟ بجد والله العظيم. هديه طبق الكبدة ده. اللي يقول لي ليه الشيف قال نقطع الخضار قبل الكبدة؟ سؤال بسيط جدا. يلا محدش قال لي حاجة. قول لي. الناس مش معايا. الشيف المغازي ليه بيقطع الخضار؟ مش عارفين طبعا، مش عارفين. بنقطع الخضار قبل الكبدة علشان أنا معايا بلانشة ومعايا سكينة. الله، لا برضه الصدمة النارية بعد عندك الصدمات يا رب. أقطع عشان أستفيد بالبلانشة بتاعتي نظيفة والسكينة بتاعتي، قطعت الخضار بتاعي زي الفل كده. ابدا ان انا اقطع الكبده اخر حاجه واخلص من السكينه والبلانش. عرفنا الكلام، هي عمليه تكنيكيه يعني علشان يبقى انا ايه استخدمت الحاجه مره واحده، ملهاش علاقه بالطهي خالص، هي عمليه تكنيكيه طهويه فنيه. هناخد الفلفل الالوان ده كده، شفت؟ اقطع وتشال البذر، نقطعه كرهات كده لان الكبده تقطع كرهات بالشكل ده كده. يعني هو يفضل الفلفل الالوان والبصل والثوم اللي هو الخضار. يعني عايزه تحط بقى كوسه، تحط بطاطس دي بتاعتك، بس مش تبقى مع الكبده حلوه قوي يعني. يعني التورلي هنا بتاعنا تشكيله من الفلفل الملون ده كده من نعم ربنا علينا، كل الالوان موجوده، معها بصل ومعها ثوم معها روزماري، بقدونس تبقى لطيفه وحلوه، والفلفل اتقطع كده مكعبات كانك بتعمل لي شيش طاووق او شيش كباب اهو زي الفل، الفلفل الاخضر. ومعانا طاسه على النار بتسخن، مش مستعجل عليها، ده انا عايزها تبقى شديده الحراره. عشان اعمل تركايه في الكبده دلوقتي هتعجبك قوي. نعم ينفع تقول لي لو الكبده دي كبده كندوز، كبده جملي، ينفع نفس الطريقه، بس احنا عندنا ضاني، كبده ضاني. فاحنا لو عندنا كبده كندوز نفس الطريقه، عندنا كبده بقري نفس الطريقه، كبده جملي نفس الطريقه.
اشكلت الفلفل دي زي الفل. معانا طماطمتين حلوين هناخدهم برضو. الله اهو شيل كده الطماطم. شفت بقى اللي انا قطعت الاول عشان تبقى البلانشه بتاعتي جاهزه لتقطيع الكبده ما غيرهاش. دي شطاره بقى. عندي ايه تاني؟ فلفل حار. لا لا ده هادي شوي بريء مش حار قوي. ناخد ده كده اكتر كمان. حاضر يا فندم. عايز سبايسي قوي. حاضر. معانا ده بس نسال برضو لو احنا عندنا ضيوف عازمين حد الحاجات دي مطلوبه. خلي بالك انا بسمها ادب وذوق السفره. او تكنيك السفره. يعني ايه؟ او الاتيكيت يعني يسموه الاتيكيت. ان انا ما عازم حد تليفون صغير مش هيكلفني 3 4 جنيه 5 جنيه. تحب الاكل حار مش حار بالسمنه بالزيت بالزبده كده كده انت تعملي اكل. خسرنا حاجه لما نسال احط فيه خضار تاني احطه هنا؟ فلفل زي ده. حاضر عيني. هناخد بقى الكبده دي يا عم الشيف ونقطعها مع بعض وانا شغال دلوقتي. زي الفل. خضار شكله حلو قوي. ايه رايك كده يا فاروق؟ صوت طيب. انا عارف انك بتحب الالوان دي. حلوه اهي معاك اهي. طيب ناخد الكبده بقى كده اللي انا فرحان بيها وجايبها دي كده اهي. اللهم صل على النبي اهي. واقطعها كده. نيجي بقى للكبده. كل الشيف المغازي ما يمسك الكبده بايده يقول حاجه مهمه جدا. الكبده ما تتغسلش بعد التقطيع. ربنا كرمنا وجبناها كده ودي جايه لنا هديه مش دافعين فيها فلوس. تجيبها زي ما هي كده يا ست الكل وتقطعيها. طب انت شاكه في نظافتها؟ شاكه في اللي جايبها مثلا ايده ما كانتش نظيفه؟ وارد وارد وارد. تعملي ايه؟ زي ما هي كده عندك مناديل المطبخ اللي هي زي دي كده. معلش المعلومه دي مطلوبه يعني. ده منديل مطبخ. وكبده جبتيها وعايزه الشيف قال ما نغسلش الكبده. نعمل ايه؟ وبنسمع كلام الشيف عشان الراجل الطيب ده بنحبه. هتجيب المنديل ده زي ما هو كده. ركزي معايا. وعايزه تغسلي الشكل الخارجي للكبده. تحط على حته الكبده شويه ليمون من بره كده اهو. ما عملتش حاجه انا بغسل الكبده. بغسل الكبده ده جبتها تحت حنفيه ميه ولا حاجه. ومعانا بقتل الجراثيم اللي هي في الشكل الخارجي للكبده. معلقه خل صغيره اهو. شفت عملت ايه؟ وهي سليمه زي ما هي. بغسل الكبده على البلانش اهو. واجيب منديل ورق. حطيت ليمون وخل. واجيب منديل ورق زي ده كده اهو. وانا معاكم اهو. ما خسرتش حاجه. هتلاقي الكبده نشفت اهو. ما حطيتهاش بقى تحت حنفيه ميه وشغلت الميه السخنه عليها وسبتها في قلب الحوض ورحت شفت اللي ورايا. صدفه الظروف عندي بيب صغير عادي يعيط. جريت اتشغلت معاه. جوزي نادى عليا اتشغلت معاه وسبت الكبده تحت الحنفيه بميه نزلت سخنه. ميه نزلت رحت لقيت الكبده مسلوقه. طب ده ينفع بالله عليكي؟ ما ينفعش. حلو الكلام. حلو الكلام. التفاصيل دي بتعجبني قوي. غسلنا الكبده ازاي واحنا شغالين اهي؟ اتغير لونها؟ ابدا. وغسلناها بالليمون والخل. اي جراثيم اي متعلقات على الكبده من بره خلصنا منها. قطعناها بالشكل ده كده. الله. الجزار بيقول لي الكبده دي رايحه فين يا شيف؟ ليك ولا للبرنامج؟ فقلت له لو قلت له ليا هي ايه؟ في السعر بقى والجو ده. قلت له دي للبرنامج. قال لي لا ده انا هديك حته كبده حلوه قوي. ده انا بتفرج عليك. ده انا بتابعك وخاصه يوم الجمعه. قلت له بس الجمعه؟ زعلتني يا راجل. ده انا طول الاسبوع معاك. قال لي يوم الجمعه ببقى اجازه بصلي الجمعه واطلع الاقي الاولاد مشغلينك بقى قاعد معاهم وجايبين فطير مشلتت وجايبين عسل وقاعدين نتفرج عليك. اتبسطت قوي. قلت له طب اعمل لي خصم بقى. قال لي والله ما انا واخد ثمنها. قلت له روح ربنا يعمر بيتك يا راجل طيب. نعم يا فندم. حلو قوي. شفتوا بقى بمناسبه الجمعه والراجل الجزار الطيب ده كده؟ والله معانا بكره حلقه سمك جامده جدا. يعني حلقه السمك بتتعاد. طالعين بقى من العيد وكل سنه طيبين ولحمه العيد فلازم نعمل ايه؟ شغل حلو مع السمك. الكبده هنا جاهزه. نشيلها كده ونحطها في البايركس ده كده بسرعه. الله زي ما هي كده متقطعه مكعبات. شفتوا البلانشه بقى؟ عرفتوا ليه انا قطعت الخضار؟ اساتذه المصورين حبايب عرفتوا ليه السؤال اللي انا سالته في الاول؟ قطعت الخضار قطعت البصل جهزت كل حاجه بالسكينه على البلانشه رجعت قطعت الكبده عشان اللي انا بدور عليه دلوقتي. حلو الكلام؟ ونروق الدنيا كده ونقف رايقين وتعالوا نتبل الكبده دي قبل ما تخش النار وربنا يكفينا شر النار.
والترويع الحلوه دي كده عشان مخرجنا عايز الدنيا يريح. هاخد الكبده زي ما هي كده اهي واحط عليها اول واحد اول حاجه يعني اللهم صل على النبي شويه زيت صغيرين لمعت اول ما حطيت عليها شويه الزيت دول لمعت اهي حلوه. احط عليها يا عم الشيف ملح وفلفل اللهم صل على النبي ملح وفلفل وكمون شويه بابريكا كده شويه كمون حلوين كده بما ان الطاجن طرلي وشويه فلفل اسود حلوين كده وشويه الملح التمام كده اه على الكبده حلو قوي. مفيش حاجه جديده لا لسه جاي لسه جاي في الطريق معانا توم اوبا وامسك الكبده يا عم الشيف قلبها كويس قوي بالتوم والتوابل هيتغير لونها شفت ازاي اهو توم وتوابل اهو كبده اهو تتاكل نيه والله العظيم الكبده لسه سخن طازه راجل حلف ان لسه دابح دلوقتي اهو اهو شفت اهي ما رضيش ياخد فلوس الراجل الطيب اهو شفت الكبده زي الفل اهي تمام هعمل ايه بقى في الطاسه هنا الكبده تاخد صدمه ناريه مش هحط زيت زي ما هي كده اهو ما احنا اتفقنا ان احنا بنعمل اكل ايه صحي اهو اهو كده اهو زي الفل عندنا ميه بتغلي ركزي في الحته اللي جايه دي انا بعمل كبده صحيه عينيه بنعمل دلوقتي اكل صحي الاكل الصحي ده يا عم الشيف بنحاول بقدر الامكان نهرب من الزيت طب عشان نهرب من الزيت نعمل ايه فانا بعمل تركية حلوه كده اللي هي ان انا بقدر الامكان مش لازم كل الناس بتحمر الكبده في قلب الطاسه فانا بعمل حاجه جديده النهارده معايا الكبده نحطها على النار دي كده وعند ميه بتغلي كده شديده الحراره اهو بحطها كده شفت هتغير لونها على طول واغطيها دقائق معدوده اه اللي هي ايه مع التحمير مع السلقه هيتغير لونها زي ما هي كده يا عم الشيف واسيبها على النار شويه ده مطلوب مني بس لازم اغطيها لازم يا عم الشيف اغطيها علشان ما تقعدش على النار كتير نبص على الكبده كده اهي بدات تطلع معايا ميه بتغلي على النار وطاسه تكون سخنه زي الفل انزل بالكبده بعد التتبيله وبعدين اغطيها واخليها على جنب كده حلو قوي وخليها تعيش مع نفسها شويه تشكيله الخضار معايا زي الفل الكبده بعد ما بتستوي ووصلت لمرحله السوى تقريبا معايا تشكيله خضار لطيفه الخضار ده عباره عن فلفل الوان وبصل وتوم الفكره بتاعت التسويته مش هتاخد كتير باخد شويه البيون اللي انا حطيتهم والبهريز اللي نازل من الكبده واقلب ده كله مع بعض وادخلها الفرن ونعمل لها جرنش كده وبرزنتيشن ونبقى نقدمنا لاول مره الطرلي بالكبده الضاني الكبده هنا بتتسلق على النار شكلها وريحتها لطيفه جدا شايفين الكبده نبص عليها كده الاول عشان نشوف التركايه هنا شوف الشيف المغازي بيجود ازاي بقى بيجود فين في الخبره الطهويه اه شفت الكبده لما راح شويه الميه ده انا عايزه فيهم توابل وفيهم بهارات وفيهم دم الكبده كل ده انا عايزه كبده هنا عند طاسه شديده الحراره كبده لو بقاش فيها حته اللمعه والتحميره والكريسبي تحس ان الكبده يقول لك ده كبده بالدمعه كبده مسلوقه فتيجوا مع بعض نعمل حاجه حلوه قوي طاسه على النار ونديها كده معلقه زيت صغيره ونسيبها تسخن جامد جدا مش هحط اكتر من كده اه شوف بقى لو مفيش وقت مش هعمل ده بس اطمنيت حطيت الامان امنت اه الطاسه دي تسخن قوي والكبده عندي اهي والخضار جاهز نكمل قصه الكبده وحكايه الكبده نشيل دي من هنا يلا فرسان التلفزيون المصري اساتذتي المصورين اه لسه فاطرين مع بعض كبده دلوقتي اه حلو هو ده اللهم صل على النبي شفت الجو ده كده واسيبهم على النار ده ما يترميش ينزل على وش الخضار كده خلي بالك زي الفل على وش الخضار بتاعنا تمام ناخد الكبده دي بعد التحميره الحلوه دي كده الله يلا خلاص شفت الجو ده كده وحقوق الطبع لدينا وبس كبده الضاني لما خدت الصدمه الناريه القويه في الطاسه بمعلقات الزيت خدت شخصيتها على طول كان قبل بقى تلاقيها تايهه ما بين الشكل واللون والطعم زي الفل يا عم الشيف درجه حراره الفرن عندي 180 باخدها زي ما هي كده بس باين الجمال والحلاوه اللي تحت كده
انا شخصيا لو الطبق ده قدامي هاكل الخضار واسيب الكبده. الخضار خد طعم الكبده بالسائل اللي حطيته بتحميره الكبده بالجو الحلو ده كده. درجه حراره الفرن عندي 180 يا عم الشيف، وده طاجن تورلي بالكبده الضاني. مكانه فين؟ في الفرن في الاعلى. الله عليك اهو، الف هنا وشيف اهو، زي ما هي كده اهو اهو اهو، حلو اهو. ايه الصوره الحلوه؟ ايه ده؟ ايه الجمال دي؟ جنه الله في الفرن. تعالوا نطلع مع بعض صينيه الكبده الحلوه، طاجن الطور للكبده الحلوه. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي يا شيف؟ مكانه فين ده؟ عايزه قول لي، انا جاهز. حاضر اهو، حاضر عينيا اهو. طاجن الكبده او طاجن الطرلي بالكبده الضاني وحقوق الطبع في ايام العيد وغير ايام العيد لدينا وبس على شاشه القناه الاولى اهو. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ لا لا انا عايزك تدلعه، سيب كل حاجه وسيب المانجا ليا انا، وسيب الايس كريم وسيب السموزي وركز مع الطاجن الطرلي ده، جامد جدا. مطبخنا النهارده على شاشه القناه الاولى، على شاشه القناه الاولى. كل سنه وحضراتكم طيبين، وكل عام وانتم بخير، وكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا في أنحاء العالم كالعادة على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية في المناسبات كلها بسايبينكم. في العيد أكتفي طبعا بكل أنواع اللحوم اللي عملناها، سواء اللحوم الشرقية أو الشعبية والأكلات الشرقية والشعبية العالمية، بس بدأش حاجة من رأس الخروف لغاية العكاوي عملناها. عملنا النهاردة طاجن تورلي بالكبدة الضاني صحي عشان اللي عايز اكل صحي في ايام العيد. عملنا كمان صينيه رقاق بالامانه، هي ما فيهاش دهون كتير، هي لحمه ضاني فيها دسمه شويه مع الرقاق بتاعنا اللطيف، غاليه من الشوربه يعني. وعملنا سلطه بطاطس للاطفال الحلوين فيها الطعم والفليفر المصري بخفه دم مصريه. عملنا سموزي المانجا بالايس كريم لطيف وجميل، ومعانا كمان مانجا طازه اللي عايز ياكل مانجا، وكل البيت مانجا. رؤية فن ابداع بتشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو.